القفازات اللي بعد مرات كيلبسهم الانسان وتيقدر يبقى بهم النهار كامل، فشنو نصيحتك هنا الناس اللي كيستعملوا القفازات؟ ولينا كنشوفوا بزاف ديال الناس كيستعملوهم، واش حتى القفازات كيخصنا نستعملوا عليهم المعقم؟ واش ممكن القفازات واخا الانسان لابسهم يقدر يغسل حتى القفازات يتغسلوا بحال غادي يغسل يديه؟ شنو نصيحتك في هذه النقطه هذه؟ هذا سؤال مهم. انا تنظن القفازات خصنا نساوهم. القفازات مديورين الناس اللي تخدموا في المستشفى اللي غادي يخدموا على قرب على واحد المريض، ماشي باش نبقى ندور بهم في الزنقه ولا باش نخدم بهم ولا هذيك. القفازات راه بحال الى راه بحال المشكل ديال اليد ديال الانسان، ولكن المشكل ديال القفازات راه هو الفيروس الى كان غادي يبقى واحد المده اطول لاصق في هذاك اللاتكس ديال القفازات. نقدر نقول بلي غنقدروا نحيدوه بسهوله في اليدين، ولكن غادي نحيدوه بصعوبه من القفازات. الانسان اللي كيكون داير القفازات يتحب راسه صافي راه محبي، غادي يبقى يدور هذا يمس هنا ويمس هنا ويمس هنا وما تيفكرش شنو تيدير. من بعد يمكن غادي يحيد دوك القفازات وغادي يمسهم بيديه اللي تيبغي يحيدو، ويمكن ما يبغيش يلوحهم، غادي يقول لك غاليين شويه غادي نخليهم غدا غادي نعاود نعاود نلبسهم، غادي نمشي نحطهم في شي بلاصه ويديرهم في الساك ديالو ولا هذه. صافي الا كان شي فيروس راه هنا فين غادي ينتشر؟ غادي البلاصه اللي حط فيها دوك القفازات راه غادي يحط فيها الفيروس الا كان لاصق في القفازات. نعم. دونك انايا القفازات من الاحسن انسان ما يستعملوهمش. الغسيل ديال اليدين من بعد ما لمست شي بلاصه، خصوصا الا كنت خارج الدار، ملي ندخل نغسل يديا بالماء والصابون صافي.